10 ونصف مليون طالب وطالبة تستقبلهم المدارس غدا في بداية عام دراسي جديد، يأمل الجميع أن يكون مختلفا عن سابقه الذي شهد أعمال عنف وشغب على يد أنصار الإخوان. وزارة التعليم تدخل العام الدراسي الجديد بعدما أنهت إنشاء 90 مدرسة جديدة تضم 1500 فصل دراسي من خلال الدعم الإماراتي المقدم لمصر والذي يبلغ 550 مليون جنيه. المدارس الجديدة أقيمت في 24 محافظة، وكانت الأولوية في إقامتها في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات التي تعاني من كثافة مرتفعة في عدد التلاميذ، وهي المشكلة التي أعلنت هيئة البنية التعليمية الانتهاء منها خلال عامين. كما تم توفير 34 مليون جنيه إضافية لسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لعدد من المدارس، كما تم الانتهاء من إجراء صيانة شاملة للمدارس. وزير التعليم محمود أبو النصر أعلن عن توفير الكتب المدرسية في 95% من المدارس بأول أيام الدراسة، كما نسقت مع وزارة الداخلية لتشكيل دوريات أمنية ثابتة ومتحركة خلال اليوم الدراسي وأثناء دخول وخروج الطلاب، بالإضافة إلى تشديد الوزير على عدم الحديث في السياسة داخل المدارس لكي يمر العام الدراسي في هدوء.